الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. اليوم ان شاء الله رح نبدأ بموضوع الاوبريتورز، اللي هي العمليات الحسابية اللي احنا ممكن نستخدمها اثناء كتابة الكود. طيب خلينا نشوف شو هي اهم العمليات اللي احنا ممكن نستخدمها او انواع الاوبريتورز. عنا النوع الاول هو arithmetic operators. النوع الثاني عنا relational operators. في عنا النوع الثالث logical relational operators. يعني النوع الرابع هو الأسايمنت أوبريتورز. هدول أهم العمليات اللي احنا ممكن نستخدمها أثناء كتابة أي كود. تمام. طب خلينا نشوف كل واحدة شو هي. هسا الأرثمتيك أوبريتورز اللي هي العمليات الحسابية اللي احنا متعودين نستخدمها، اللي هي الأديتيشن والسبستراكشن والمولتيبليكيشن والديفينيشن والموديلينج والإنكريمنت والديكريمنت. هسا الأديتيشن هي عملية الجمع، جمع بين إيش؟ الأوبريتورز. السبتراكشن اللي هي عملية طرح. المولتيبليكيشن عملية الضرب. الديفينيشن عملية القسم الانتجر، طبعا القسم الحقيقية يعني ترجع لفقط انتجر. الموديلينج عملية باقي القسمة. حكينا أهم قواعد الموديلينج، إذا كان قسمة رقم صغير على كبير راح يعطينا باقي القسمة رقم صغير، وإذا كان قسمة رقم كبير على صغير راح نقسم قسمة عادية ونأخذ الباقي. إذا كان رقمين متساويين عملنا فيهم عملية القسمة راح يعطونا الباقي القسمة زيرو. بلس بلس عملية الإنكريمنت، طبعا هي الإنكريمنت إنكريز إنتجر فاليو باي ون، عملية الزيادة بمقدار واحد. إذا الإنكريمنت عملية الزيادة بمقدار واحد، الديكريمنت عكسها عملية النقصان بمقدار واحد. الإنكريمنت بمثلها ببلس بلس، الديكريمنت بمثلها بماينس ماينس. الإنكريمنت في هون عنها اختلاف، الانكريمنت والديكريمنت عنها اختلاف. فمثلا اذا كانت عنا الانكريمنت جملة خصوصا جملة الطباعة، اذا اجت الانكريمنت قبل المتغير راح اول شيء تزيد له بعدين يطبع لنا هذا، ولكن اذا كانت الانكريمنت او الديكريمنت بعد المتغير فهنا لا راح يطبع لي المتغير وايش وبعدين يزيده. وهون هون الاختلاف بالإنكريمنت والديكريمنت في عملية جملة الطباعة عملية الإف. هذا الحكي يعني مش كتير مهم، بس بدي اياكم تعرفوا ان الإنكريمنت والديكريمنت بكون زيادة بمقدار واحد والنقصان بمقدار واحد. تمام. الإنكريمنت زيادة والديكريمنت نقصان. هنا نشوف النوع الثالث من الأوبريشن اللي هو الريليشنال أوبريتورز. هسا الريليشنال أوبريتورز اللي حكون عنا جواب true or false، إذا الجواب هيكون بوليان true or false. relational operators حكينا إنه جوابها true or false، فقط true or false. تمام. أنواعها في عنا equal equal. هسا equal equal معناها هل، نسأل بهل، هل الطرف الأول يساوي الطرف الثاني. فمثلا عرفت متغير نوع انتجر أعطيته قيمة أولية 5، فمثلا حكيت x equal equal 5، هل قيمة x تساوي 5؟ إذا كان قيمتها 5 true، إذا كان مش قيمتها 5 يعطينا false. إذا equal equal ترجع لي true or false، طبعا هي سؤال هل. طب هسا شو الفرق بين equal equal و equal لحالها؟ equal equal حكينا نسأل بهل، بس equal هي إيش؟ تأكيد. مثلا x equal 5، إذا قيمة x بالأكيد 5 x equal 5، بس x equal equal 5 فيها تشكيك، هل x تساوي 5؟ تمام، جوابها true or false. not equal طبعا هي عدم مساواة. greater than أكبر من، less than أصغر من، greater than or equal أكبر من أو تساوي، less than or equal أصغر من أو تساوي. تمام. هنا نشوف النوع الثالث اللي هو logical operators اللي هو العمليات المنطقية، جوابها true or false. logical operators مثل relational operators جوابهم true or false. انواعهم الاند. هسا الاند الحالة الوحيدة بيكون فيها true اذا كان الطرفين true. اذا الاند الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها true اذا كان الطرفين true، بس الباقي رح يكون جواب false. فمثلا عندنا الطرفين false رح يكون false، عندنا واحد من الطرف false رح يكون جواب false. تمام. الاور عكس الاند. الاور إذا كان عندنا طرفين true يعطينا true، إذا كان عندنا
واحد من الطرف ترو راح يعطيني ترو، بس اذا كان الحال الوحيد يكون عندنا فولس، اذا كان الطرفين فولس، اذا الاور الحال الوحيد اللي ممكن يكون عندنا جواب فولس اذا كان الطرفين فولس، بس اذا كان عندنا طرف فولس وطرف ترو راح يعطيني جواب ترو، واذا كان عندنا جو الطرفين ترو راح يعطينا ترو. هسه نط اللي هي ايش؟ بياخذ المعاكس. ايش المعاكس؟ مثلا عندنا ترو يعطينا فولس، عندنا فولس راح يعطينا ترو. زي النط لو هو ايش؟ نيجاتيف، يعني عكس. اذا كان عندنا فولس راح يعطينا ترو، اذا كان عندنا ترو راح يعطينا فولس. اجا لوجيكال اوبريتورز، عمليات منطقيه يوابها ترو او فولس. خلينا نشوف النوع الرابع هو الاساينمنت اوبريتورز. هسه الاساينمنت اوبريتورز مثلا احنا عندنا اكس او اي او بي، فمثلا اعطينا قيمه اكس واعطينا قيمه لبي، هسه احنا نعمل ابديت لقيمه اي او قيمه اكس. فمثلا بدل ما نحكي مثلا اكس ايكوال اكس بلس، لا نحط مثلا اكس بلس ايكوال. عمليات المختصره هاي اسمها عمليه مختصره. فمثلا عندهم مثلا الاساينمنت ايكوال، حكينا اساينمنت نعرف الايكوال. هسه مثلا بلس ايكوال، هسه هون احنا بدل ما نكتب سي ايكوال سي بلس اي، لا نختصر نحكي سي بلس ايكوال اي. اذن هون عندنا عمليه مختصره، بدل ما نستخدم نحكي اس سي ايكوال سي بلس اي، لا هون ايش نحكي سي بلس ايكوال اي. هاي اختصار. عندنا ماينس ايكوال طبعا مثل الاديتيشن، بدل ما نحكي سي ايكوال سي ماينس اي نحكي سي ماينس ايكوال اي. تمام. عندنا المالتيبليكيشن ايكوال او مالتي ايكوال، بدل ما نحكي سي ايكوال سي مالتي اي نحكي لا سي مالتي ايكوال اي. هي نفسها يعني طبعا هي هاي ايش تكافئ سي ايكوال سي مالتي اي، طبعا هاي عمليه مكافئه. بدل ما احنا نستخدم هاي لا نختصر حالها ونستخدم هاي. تمام. عندنا ديفيني او ديفايد ايكوال، بدل ما نحكي c equal c divide a نختصر نحكي c divide equal a اللي هي تكافئ c equal c divide a. عندنا الموديلينج equal مثلها مثل الباقي، بدل ما نحكي c equal c model a لا نحكي ايش c model equal a. طبعا هاي تكافئ هاي. والand operator طبعا مش مهم ان نعرفها، مثلها مثل الباقي، بدل ما نحكي c equal c and 2 نحكي لا c and equal 2، مش مهم انك كتير تعرفها. تمام. اذا حكينا بالاساينمنت اوبريتورز، بدل ما احنا نتغلبوا بالكود لا. طب خلينا نشوف كود سريع على اخذنا. تمام. هاي هون عن البرنامج، خلينا نعمل كود نفهم ايش يعني اوبريتورز. مثلا تعرف متغيرين x و y تعطي قيمة x مثلا 20، قيمة y مثلا 4. تمام. هسا هدول المتغيرين تؤجر عليهم عمليات حسابية، فمثلا تحكي كونسول او كونسول، كنت عارف متغير result، بس خلينا اختصر الكود. دوت لاين مثلا x plus y، طبعا هاي عملية اسمها اديتيشن، مثل اديتيشن مثلا x plus y. تمام. نفسها هون عملت نفس الطرق الاولى لباقي الاوبريشن. طبعا هون احنا اذا بلاحظ انا حطيت اقواس، ليش؟ هسه هون بعملية إذا كان عندي string ورقم وكان بيناتهم بلس، فهي عمل عملية contact، عملية damage. فلهيك عشان يطلع لي نتيجة x plus y ولا x minus y ولا x multi y ولا x divide y ولا x modeling y y، فإنه هون حطيتهم الأقواس. ليش؟ عشان ما يعمل عملية contact ما يعطيني النتيجة الصحيحة. فإن شاء الله هذا الموضوع رح أحكي عنه بالفيديوهات الجاي، بس هون المهم إنه هون عملية operation هون عشان إيش يطبع لي إيش مثلا iteration. شو قيمة iteration؟ هي x plus y يعني 20 plus
20 زائد 4 اللي هي 24، 20 ناقص 4 اللي هي 16، 20 ضرب 4 اللي هي 140، 20 على 4 5، 20 مدلك 4 0. تمام، هنا احنا نفذ البرنامج، شوف شو هو النتيجة. تمام، هاي هون عطانا شاشة الكونسول وطبع لنا الريزلت. فهون عطانا الإديتيشن 24 والسبتراكشن 16 والمولتبليكيشن 80 والديفينيشن 5 والمولتلينك 0. تمام، طيب خلينا هنا هنا على الكومنتس في اشي مهم، مثلا بدي اعرف انتجر r equal 4 او 4. console would write line x equal equal 4. شو شو راح يطبع لنا هون؟ سوري r equal equal 4. شو شو راح يطبع لنا هون؟ هاي هون اعطانا الريزلت true، اذا هون اعطانا انه ال x equal equal 4، انه x equal 4. تمام، طيب خلينا نخليها false، مثلا x او r equal equal 10. شو شو راح يعطينا الناتج هون؟ اعطانا الريزلت انه ايش؟ false، انه ال r لا تساوي 5. تمام تمام، خليني طب هون احكي r equal 10 لحالها، equal لحالها، نشوف شو راح يطلع لي. عشرة، لأنه هون أكدنا إنه قيمة ال r تغيرت من 4 صارت 10، بس لما حطينا equal equal هون أعطانا جواب true or false، فهون أعطانا جواب false. أعطانا جواب false لما حكينا equal equal، بس لما حطينا equal لحالها أعطانا جواب 10، بس لما حطينا equal equal أعطانا جواب false، يعني إنه r قيمة r هي أعطناها 4 لا تساوي 10، 4 لا تساوي 10. هون أعطانا إيش؟ relation، عملية إيش؟ الأشياء المنطقية false true، فهون أعطانا جواب false. تمام، وهون إن شاء الله بكون خلصنا الفيديو، وبتمنى إنه بكونوا فهمتوا. وإن شاء الله بالفيديو الجاي رح نبدأ إشي جديد، وهو نحكي عن الـ if statements وناخد أشكالها. إذا عجبكم هذا الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير، وتعملوا سبسكرايب لقناة سلفر تي في. كانت معكم نادين عمر حمد دامه، شكرا.